اهلا وسهلا بكم في صبرير. اسمعك عمك البوراوي، عمك البوراوي تعركت معه راهو البارح في القهوه راهو. لا ما عادش نلعب معاه برجوليه، ديك المره بتلع اخويا ولا مصات اللعبه برجوليه مصات وراح مداد، قلت له العاد لعبه معك عم بوراوي راهو انت راهو. لا برجوليه ما تقبلش اللعب انت خويا، اسمع راجل كبير خويا نحترمك خلينا بالقدر. ثلاثه تو الراجل جاني وسط الطرح في الجري اللي قبل الاخر، انا شكبت بالسبع الحي هو وقف اللعب وقال لي نبدلوا الرشه. انت شنو يا ابو راوي غادي نبدلوا الرشه؟ انت والله مصات اللعب هكا، اقسم بالله سامحني مصات اللعب. انت راح عنده بشوف امانه وتقول لي بدلوا الرشه؟ لا قال لي وموقف مبدئي هذا يا زاد توا نبدلوا الرشه. يا ابو راوي يرحم بوك يا اخي، ما ثم ما ثم قانون شكب يا خويا، ما ثم قانون شكب اخويا، يقول لك اللي يبدا رشام يوفى رشام اخويا. شنو هي نلتسم بقانون الشكب عليا وعليك اخويا؟ يا اخويا اسمع خلينا نكملوا الطرح هذا، الطرح الجاي نبداو برشام جديد. لا قال تو حالا الرشام هذا يتبدل. توريتو بربي كيفاش تو بجاه ربي تو معقول هذا؟ ما نبرسمكم ياك بتفرج اخويا، تما ثم قانون خويا خويا نلتزموا به خويا اللي نشكبوا الكل. تلعبت معاه؟ راني لعبت معاه، راني عمك بوراوي المره اللي فاتت لعبنا وقتها اللص يهز الكل، جاء اللص هز الكل. تكلمت شي انا حليت شي فمي انا، قلت خويا نبدلوا الرشام ولا نبدلوا الطاوله ولا ابدا خويا، خسرت خلصت خويا الشرب وهزيت روحي روحت يا خويا. قلت هذاك هو قانون اللعبه خويا، واللي غير ما يلعبش. تو اول مره هذه انا هزيت السبع الحيه من هو جاني وسط الطرح وقف لي قدام الطاوله عاد ولا كبلنا شرب الساعه ديجا، قال لي انا توا قررت ان نبدلوا الرشه. تجريات تجريات يا عم بوراوي، جريات تجريات يرحم بوك، النهار مبروك توا، علاش بتبدل فيه الرشام يا عم بوراوي؟ هديك ربي طرح بدا ورشيمه ترشمت والرشام هبطني له شربك وكل يد شدت اخته. لا يجوز، لا يجوز تعديل قانون الشكبه او تغييره من قبل الاغلبيه، هذا راهو اختيار لديمقراطيه الكارت. راهو قلت له يا عم بوراوي لا، قال لي انا ما نكمل نلعب الا ما نبدلوا الرشام، الرشام هذا ما عجبنيش خويا. قلت له شعمل لك الرشام توا؟ الراجل لمسك لدار بيك، الراجل شاد الورقه وستيلو يرشم على روحه خويا، حتى كانت لاي حايل يا خويا، حتى كانت لاي حايل يا خي. انا نصبت رشامه، انا حطيت رشام يا بوراوي تملي حله القهوه، راه هو الراجل رشام ويرشم في الاطراح الكل ويرشم للناس الكل. لا قال لي الرشام هذا غزرته مش مطمنتني، عينيه متناوي على عمله مزمره بعد الطرح. يا عم بوراوي قلت له الطرح اللي فيه في تعيط قدام القهوه وتعيط، لا يجوز للشكيبيه تغيير قواعد اللعبه كما قال ديغول لانها ستعدلها على مقاسها. ونهار قلت له انت كنت وقت فرايجي في 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 طرح نوفي، هما حبوا يعملوا تعديل وانت مشيت خنقت السيد اللي يجري ومكاليها على الحيط وتعيط هكا، تعيط له في وجهه تعمل له يجب ان يمر اي تعديل بالاستفتاء داخل القهوه حتى لا يتم استغلاله من كبار الشكيبيه. جيت تو عندي انا تو تحب تبدل الرشام عن بوراوي؟ لا يجوز راوي عم بوراوي امانك بالسمه كما لا يجوز تغيير الرشام اثناء اللعبه، يهديك ربي الكارته ماشيه معك يا عم بوراوي، برجولي كارتة ماشية معك والله، حتى كان جيت خاسر انت ونقول تشازيت معك انا عم بوراوي، شازيت معك تش عندي ها جرد حية شايحة والباقي الكل حشيش، البرميلة عندك والدينيري عندك والكارتة عندك، تو معقول انت ربحني وتروح عندو بشوفة تمشي تبدل الرشام كاكا لا تحلى دزوه؟ لا قال لي كبش عم بوراوي، قال لي الرشام ينجم يقلب الطرح في الجولات الأخيرة. قلت له يا عم بوراوي يا عم بوراوي تراش لحيته كامله يرشمن اطراح ما يتراح، راهو تعداو عليه ونحن راضين به وراضين بهمه. لا قال انا الرشام هذا ما يرشمليش، هاي مانيش ضامن خويا تحب هكا، قال لي مانيش ضامن. شنو هي؟ قلت له عم بوراوي تمني باش نجيبو توا الرشام في القايله توا تطرح عندك مل. قال لي انا نحب نحول مهمه الرشيمه من الرشام هذايا للسيد اللي لاهي بالولعه في بيت الشيشه. يا خويا انا من هنا فصاعدا ما يرشم لي، كان اللي لاهي بالولع ما كانش ماش لعب. تو قلت له معقول يا عم بوراوي؟ تو يا عم بوراوي تو الراجل خير الراجل نتاع الولع، خبرته في الولع، خبير في الولع، منين يفهم في الرشيمه؟ قال لي انا عندي ثقه فيه وضامن حياديته اكثر من الرشامه الاخرين. تو تبدل الرشام بالسيف يا عم بوراوي، تو تبدل الرشام بالسيف ومن بعد تقول شبه مش كيبيه صح ما عادش يحبوا يشكبوا معايا. ركعت مس حتى في 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 مصداقيتك يا عم بوراوي راهو يهديك رب. بالعكس قال لي لضمان انه الرشام ما يطلع ليش بحاجه كي بعد الطرح ويطلع لي بطلعه يلزمنا نبدلوه.
يا عم براوي يرحم بوك امان راي سابقة خطيرة هذه في دومين الشكب. حاسيل وك عمك البراوي شد صحيح. حاسيل ونحن كاكا خايذين والعباد تلمتك علينا تتفرج والقهواجي القهواجي سمع الحصة كجاني يجري. اش ثم قلنا اش ثم يا خويا جماعة شنو توا الصياح حكا والناس بدات تتقلق راهو كذا. مش انا قلت له راهو والله ولا مني انا قلت له عمك براوي جاني وسط راهو قال لي نبدلوا الرشيم. يتلفت القواجي قال وكم لا يجوز راهو لا يجوز راهو يا عم براوي تغيير قواعد اللعبه اثناء اللعبه لا يجوز. دار عم البراوي هكا دار لصاحبه صاحبه اللي على اليمين قال بحذاه واحد خبير هكا في قانون الشكب ومزرس في الدومين. قال واش يقول القانون يا خبير؟ قالوا الخبير قال شوف عم براوي كان ثم خطر على السلم الاجتماعي بين الري والمجيره راهو يجوز التعديل اثناء اللعبه الحق تاع ربي. دار صاحبه الاخر اللي صار هذا واحد زاد عنده دب نتاع شكايب يبيع فيهم كونتر غادي. قال واش يقول العرف يا خبير؟ قال والله عم براوي كان ثم برميله في خطر دهم راهو يجوز التعديل يجوز التعديل. دار عم براوي القواجي قال اخويا على عينيك زوز خبراء محايدين قالوا يجوز. اخي دار لك القواجي قال لي بون اش عندك؟ قال لي بربي ترى سامحني اش عندك في كفك انت؟ قلت له ها اش عندي دوس وتريس وشينك وحكي تفريش حكايه فارغه وانت يا عم براوي؟ قالوا له وري كفك ها. وقال لهم انا اش عندي زوز سبوع وستة ديناري واربع شكايب في القدس خويا يا وكفك بها يا عم براوي. قالوا ربح حتى روحك وين الخطر الدهم هذا يا عم براوي؟ الرشام قال له هو الخطر الدهم تحب هكا الرشام ناوي على عمله وثم تهديد للسلم الاجتماعي. انا يا خويا يا تبدلوا الرشام يا نبلبز الطرح علي وعلى اعدائي خويا. ما تقوليش ديمقراطيه زمره في الكارتا وشكبه ما ثماش ديمقراطيه راهو ان الرشام ناوي على خلاها وانا فايق به. ولا دار لي عدم ولا القهوه قال لي بون شوف خويا ديجا خلصوني عايشكم ساعه في الشرب انتم وهز روحك انت وعمك البوراوي وشكبه والرشام والزوز خبراء اللي معاه وما عادش نحب نشوف حتى واحد فيكم لنولي لكم انا هو الخطر الدامل. وخرجنا اخوكم من القهوه مطردين كانك معام البوراوي هز الخبراء نتاعو وروح وكانك من العبد ولله. قعدت قدام القهوه راسي راس الرشام خير غزرتك لك الرشام كي قعدت نغزر قلت له توا بيناتنا يا اخي انت شكون باش تعمل بعد الطرح؟ قال لي برجوليه كان ربح عمك البوراوي كنت باش نقطع الورقه ونقطع يا حايد قلت له يا خطر دهم برا لا تربحك هربتنا حتى من القهوه وانا هاني صابر وبرا. Oh.